هاي، جبت عدسات جديدة للتصوير، فتعالوا نجرب الألوان مع بعض. أوكي، أول حاجة العدسات اللي جبتها كلها نوعها فريش ليدي. جبت 3 ألوان، هكتب لكم أسامي الألوان على الشاشة كل واحدة وأنا لابساها. فأول واحدة تقريبا هنجربها اسمها أوكري، لونها على عسلي، وطبعا أنا عينيا بس حساسة شوية، فبحاول إن أنا أجيب دايما العدسات اللي ما تحسسنيش يعني، فإن شاء الله العدسات دي تبقى كويسة. فده أول لون تقريبا اسمه أوكري، فهنلبسه. انا كنت حاطاه في محلول، طبعا فتحته وحطيته في محلول علشان المحلول اللي بيجي فيه ده ما بيبقاش محلول ان احنا نحط فيه العدسات، المفروض ان احنا نحطها في المحلول بتاعنا علشان ده محلول حفظ بس. اوكي، فانا اول مرة اجربها معاكم. اوكي، لونها حلو جدا، لونها طبيعي، انا بحب قوي العدسات اللي بتبقى لونها طبيعي، مع اني جبت لون يعني فاقع شويه واول مره في حياتي اجربه، بس هنجربه سوا في اخر الفيديو. اوكي، هحط العدسه الثانيه وارجع اوريكم. اوكي، حطيت العدسه الثانيه. بصراحه يا بنات انا مبسوطه، اللون جميل قوي وهادي، ودي الالوان اللي انا بحبها، وحاسه انه لايق على الميك اب لوك ده، فشكله جميل قوي. اسم الدرجه اوكري، وهحط لكم البيج اللي جبت منها العدسات في المنشن تحت. اوكي، نجرب اللون التاني. اوكي، هنجرب اللون التاني. اللون التاني على بني شوية، اسم الدرجة سيبيا. فانا عندي قطط يا جماعة، فهتلاقوا شعر القطط في كل حتة. اوكي، حاسة انه شبه لون عيني قوي، بس فاتح درجة واحدة ومكبر العين اكتر، فحاسة ان ده طبيعي اكتر من الاول، وعجبني برضو عليا، شكله جميل قوي، وعلى فكره لايق جدا مع الميك اب لوك، لان النهارده اصلا الميك اب لوك كله بنيات، فحاسه ان اللونين دول لايقين عليهم. هحط العين الثانيه واوري. اوكي، حطيت العدسه في العين الثانيه، وبصراحه يا بنات فظيع، اللون جميل قوي، انا حاسه انه طبيعي بس مكبر لي عيني شويه، يعني حاسه نفس لون عينيا بس مكبر لي عيني اللي هو النني بتاع العين شويه، وده حاجه حلوه قوي. ولاحظت حاجة على فكرة، أنا دايما لما بجيب عدسات جديدة وبحطها في عيني، في منهم اللي بيحسسوني على طول، يعني عينيا بتحمر وبتدمع كتير قوي، بس دول أنا دلوقتي مغيرة الاتنين دول ورا بعض ومحسيتش بحاجة، فحاسة إن أنا اتوفقت في الاختيار يعني. واللون فظيع. هنيجي بقى لآخر لون اللي أول مرة في حياتي ألبسه، وهو أزرق، فربنا يستر بقى. أوكي، آخر درجة جبتها خالص اللون البلو ده، اسمها تقريبا بسايا بلو او باسيا بلو، مش عارفه بصراحه، هكتب لكم اسمها هنا على الشاشه وهنجرب. جماعه انا اول مره في حياتي من 15 سنه تقريبا البس عدسات لونها ازرق، فانا مرعوبه. الحمد لله، اول حاجه يعني لونها ازرق على غامق شويه، مش فاتحه قوي وفقعه يعني، مش زي لون الهاسكي بصراحه، وانا ما بحبش الالوان دي، فدي لونها حلو قوي وهاديه طبعا بالنسبه لان هي زرقاء يعني، وحاسه ان هي حلوه عليا، اول مره البس عدسات زرقاء وحسيت ان انا حبيت. ممكن احط العين التانيه ونرجع. معجبه قوي باللون، لاني اول مره في حياتي البس لون زي ده، وحاسه لو عملنا ميك اب لوك على بلو هيليق، فاستنوا ميك اب لوك بالبلو علشان نلبس العدسات دي، فظيعه. بصوا انا عايزه اوريكم على حاجه، يعني انا غيرت دلوقتي 3 عدسات، وانا بغير ال3 عدسات ما حصليش اي احمرار في عيني ولا اي حاجه، ودمعت التدمعات الطبيعيه اللي اي واحده لو بتلبس اي عدسه هيحصل لك الدموع الطبيعيه دي، وخفيفه على العين، وانا حاسه بالموضوع ده، يعني مش حاسه ان انا حاطه حاجه في عينيا، فدي حاجه حلوه. هسيب لكم اسم الاكونت تحت، واكتبوا لي تحت في الكومنتس انهي درجه عجبتكم عليا اكتر، وبس، باي.